صباح الخير، يا اهلا وسهلا. اليوم من جد اقدر اقول لكم صباح الخير. صحيت الساعه 5، ما صحيت بالليل ابدا ابدا، نمت على الساعه 9 وشي، فيا صحيت الساعه 5 وعلى منبهي، يعني انا حاطه منبهي الساعه 5. احس ان مورنينجز ار باك، عرفتوا؟ يعني عكس الايام اللي فاتت ايش اصحى الساعه 1 ولا الساعه 2، ايه ده. فاحس من جد يعني mornings are back. المهم صحيت من 5، اخذت شاور على طول، فطارت، بس سويت قهوتي وجيت المكتب، يعني ما رتبت اشياء بعد في الغرفه وكذا بالبيت. فيا احب اطلع المكان نظيف ومرتب، راح ارجع على حوسه. الحين الساعه 8، واو عد الوقت بسرعه. الساعه 8 بالضبط، يعني اكيد بسوي هنا فوكس. المهم ابغى اخرب الفوكس، ايش بقول. جتني كذا طاقة كلام، حتى لدرجة اني قاعد اكتب بتويتر اشياء اللي افكار الصباح، كذا مجرد افكار عشوائية، بس انه كي حبيت اني اعبر عنها. كذا كان في بالي انه زي اللي بطلوا تنتقدون تصرفات العالم، وصدق يعني خلوهم يعيشون حياتهم، ما له داعي ان تدخلون نفسكم في حياتهم وتنتقدونهم وتدققون على تصرفاتهم وتنكدون عليهم. يمكن لان الفترة اللي فاتت كنت عايشة هذه المرحلة، انه خلاص حلوا عني بقى، حلوا عني، مع انه ما حد يعني فوق راسي، بس عرفتوا الكلام اللي من بعيد وبعدين تسمعونه انه خلاص عرفت اني ما ابغى اسمعه، ما ابغى يجيني، ما قاعد يغير فيني شيء، ما قاعد يعني يحسني للافضل، وبالعكس قاعد يخليني مكاني. كذا يعني جاب بالي هذا الكلام، بعدين فجاه قاعد اقول مره احب الناس المليانه حياه، من جد مرة أحب الناس اللي المبسوطين السعيدين، مو شرط إن إحنا سعيدين من أول ما نصحى لما ننام، لا، ما في إنسان كذا، ما في أصلاً بالبشر، يعني ما في. أحب أشوف الناس المبسوطة اللي يعني من غير ما تقصد هي تكون كذا ناشرة سعادتها، أو ناشرة كذا الارتياح اللي فيها ينعكس على الناس الثانية. أحب أكون منهم، أنا بالفعل منهم، يعني أنا إنسانة مو نكدية أبداً، ولا أحب يعني أكون سلبية. أحب أدور على الأشياء المبهجة، الأشياء السعيدة، الأشياء اللي تبسطني. أحب الناس المليانة حياة، أحب الناس اللي طاقتهم عالية، أحب الناس السهلين المرنين البشوشين. أحب أشوف الناس الظريفة، أحب أعايشهم، أحب أكون منهم. الناس اللي عايشة حياتها عيشوا حياتكم، لا تسمعون للنكد والسلبية، عرفتوا؟ يعني اسمعوا طيب، بس لا تخلونه يأثر عليكم. خلينا نشبه الإنسان بالإسفنجة، أوكي؟ لأن الإنسان إسفنجة يمتص كل شيء حوله، يمتص السلبي ويمتص الإيجابي. فحاول إنك قدر ما تقدر لا تمتص السلبي، خلي كذا انت مليان ايجابيه، مو ايجابي، خليك مليان حياه، اوكي؟ مليان حياه، مليان بهجه، مليان سعاده. السلبيه راح تكون معاك، النكد راح يكون موجود، لان اصلا بقول لكم شيء، مو مجتمعنا، مو عائلتنا، مو الناس اللي حولنا، البشريه عموما، البشريه كلها، هذا الكون كله يميلون الى كونهم نكديين، لانهم دائما خايفين، لانهم دائما قلقين. هذا شيء طبيعي، البشريه. انا الكلام هذا ما اقوله انه انا عرفت البشريه كلهم، بس العلم يقول كذا، الابحاث تقول كذا، يعني مو نكديين بس انهم يتاثرون بالخارج كثير، عرفتوا؟ يتاثرون بالعوامل الخارجيه، يتاثرون بكلام الناس، يتاثرون. فقله من الناس اللي ما تتاثر، وترى قله، يعني كلنا نتاثر. في ناس كذا قويه صلبه تحسهم ما يأثر فيها شيء، which is يعني مرة حلو. فيا ما أدري إيش قاعد أقول صراحة، بس أحس فيني هذه طاقة الكلام، فيني طاقة اللي أنا أبغى أوصل شيء لكم، لأن أقدر أوصل لكم إياه. ودائما دائما حطوا في بالكم إن أي شيء أنتوا ودكم إياه وما صار عادي، أكيد إن ربك كاتب لك الأفضل منه، أو ربك كاتب لك خير أكثر منه، أو صد عنك لأنه خلاص ما في مجال شيء يكبر، او ما في مجال شيء انه يصير افضل، او خلاص هذه نهايته. فدائما ان احنا كبشر ما نرضى بالنهايات اللي ما تسعدنا، نقول لا اكيد في نهايه احلى، اكيد في نهايه افضل. لما تجون تقولون ليه صار فيني كذا، ليه نهايتي صارت كذا، هي بنظرك بتكون حزينه، بائسه، تعيسه، متعبه، لكن ربي كاتب لك اياها لانها مو خير لك، النهايه اللي انت كنت تبغينها مو خير لك. فلو احنا بس نقتنع بهالاشياء صدقوني بتفتح لنا ابواب
سعادة وأبواب خير وأبواب رزق كثيرة. إيش رأيكم فيني؟ إيش رأيكم أفكار الصباح؟ صارت الساعة 8:08، أحس ودي خلاص أوقف كلام لأن صدق ودي أروح أشتغل الحين، بس كذا أبغى أسوي فقرة سريعة جدا للأشياء اللي حاليا صايرة أحبها. ما راح أتعنى وأجيب شيء من هنا ولا من هناك ولا أتكلم ولا كذا، لا بتكلم عن الأشياء اللي عندي حاليا واللي يعني أوريدي حولي. أول شيء بقول لكم عن الخواتم الملونة، ما أدري إذا واضح لكم ولا لا. الخواتم الملونة أحلى ترند صار هذا الصيف، لو ما صار أي ترند هذا الصيف إلا الخواتم الملونة أنا راضية. هذا الخاتم أخذته من إيسوس، وهذا الخاتم وهذا من شي إن عندهم خواتم يقول لي get active move around. من بعد 10,000 خطوة أمس no way أتحرك اليوم، معليش. كنت بقول شيئاً عندهم خواتم ملونة خرافية، وأيسوس بعد، بس أيسوس too much expensive، مرة غالي. الخاتم الواحد 40 ريال ولا 35 ريال، أما 6 خواتم من شيئاً 7 ريال ولا 5 ريال، يعني فرق. يعني هي خواتم ترند وحالية سايرة يعني بالصيف، مرة حلو. هذا شريت منه بعد أسود، مرة حلو. وشيء ثاني مرة عجبني هذه الفترة، هذا الكوب، أوه ماي جاد هذا الكوب خرافي رهيب. ليش؟ مو شرط هذا من H&M، لا، بس انه يكون كوب معدني. لاحظت ان القهوة فيه ألذ، يعني عادي قهوتي تكون موجودة واقعد اشربها 2-3 ساعات والطعم نفس ما هو. لما اشرب كوب قزاز او كوب سيراميك ما اقدر، خلاص قهوتي بعد ساعة ما استطيع اشربها، بس بهذا الكوب في شيء عجيب. مع انه ما يحفظ الحرارة ابدا ولا هي دافية، بس مش باردة، ما يخلي القهوة مرة باردة. فانا عندي منها 2، عندي هذا وواحد ازرق. يعني حرفيا قهوتي من متى مسويتها؟ من الساعة 6، والحين الساعة 8، فعادي اشرب منها. المهم الشيء اللي بعده هذا الكتاب، صح اني بديت فيه تو يعني ما عديت حتى ربعه، بس مرة حلو. عبارة عن مقالات كذا صفحتين، ولغة الكتاب سهلة بسيطة وعامية، يعني فيها كلمات عامية. كتاب مسلي ويونس ويعلم ويثقف ويضيف لك شيء. كتاب الصباح مع قهوة الصباح، يس، يعني اثنينهم مع بعض، واو. اللي بعده هذه الطبعة او هذه النكشة، ما ادري اذا واضحت لكم ولا لا، بس بحط لكم صور هنا اوضح. مرة حبتها، انا من زمان احب هذا البرنت او هذه النكشة، ما يخطر ببالي اسمها، بس لو لقيت لها اسم بحط لكم اياه. مرة احبها، انا لابسة بنطلون اسود. هذا البنطلون اخذته من ليفتيز، يعني ممكن البس البنطلون زي كذا اليوم مع توب ابيض، قميص ابيض او وردي او اسود. كنت لابسة مرة مع اسود، كنت لابسة مرة مع بنفسجي. تلبسون اي توب ملون مع هذا البنطلون، تذكرونها؟ هي اصلا مرة قديمة، اللي كانت البندانة اللي ايام كنا المتوسط، ايام كان محل كليرز هو الترند. اتذكر حتى عندي اياهم بس ما ادري وينهم، كانت عندي بندانة حمراء وبندانة زرقاء. المهم هذا البرند دائما يطلع بالصيف. اخر شيء بوريكم اياه هو هذا العود من بندر للعود. صراحة اغلب العود اللي من عندهم مرة عاجبني. هذا مروكي النخبة اللي كنت حطتها اليوم، مرة ريحة تجنن. عندي منهم كل انواع تقريبا، موروكي، كلمنتان، الهندي. المهم اغلب العود اللي من عندهم مرة حلو، مسك العود مرة حلو اللي عندهم، دهن العود اللي عندهم مرة حلو. عندي كود خصم معاهم وبس. هذا كان كل شيء مهم ما وردتكم اياه. لحظة، كنبتي الجديدة مغرمة فيها، حابتها بموت عليها. وريتكم اياها على اليوتيوب، بس انه كلمت عنها بانستغرام وسناب شات، وفي هايلايت اسمها كنبتنا، شيكوا عليه، شوفوا كل التفاصيل هناك، يعني ايش سويت وكل شيء هناك. بس او ماي جاد، شو هيدا الجمال. هذا حطيت ستاند عشان الكاميرا، وهذا بعد عشان زاوية الكاميرا. فن واحتراف، شو على بالكم؟ المهم كنبتي الجميلة اللطيفة مرة حابتها، ومرة معجبة بنفسي انه اخذت هذا القرار وخليت الكنبة لون أبيض. يعني قرار مو بسهل، خاصة كذا كنبة مرة كبيرة. حتى شوفوا كيف صار المكان، مرة أحلى كذا شرح كيف كنت مسوية الزاوية. المهم راح أنهي الفلوج هنا وبس، عاد وروني حماسكم تشجيعكم على الفلوج، سبسكرايب، لايك، وات ايفر، سووا اللي تبغون تسوونه في سبيل انكم تسعدوني واسوي لكم فلوجز كثيرة. المهم
يس راح انهي الفلوج هنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفلوج الجاي. ما راح اسحب خلاص، اللي يبدا باليوتيوب ما يسحب، يعني يسحب 3 شهور اوكي، بس لما يرجع يبدا ما يسحب. اوكي مع السلامه.